السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من قناتكم عزيز. إذا وصلنا لبارتي بي هنايا، ها هي بارتي بي، وطبعا يلا كتفرج في هذا الفيديو، رجع الفيديو اللي من قبله فاش كان بارتي ا. إذا دابا وصلنا لبارتي بي، نقراو المعطيات. On approche du conducteur C une sphère conductrice S initialement neutre et isolée. Comme vous voyez la figure 1B, l'ensemble des deux conducteurs est en équilibre et en équilibre électrostatique. Ça va expliquer. Et dans la partie A, quand on a يعني واحد كونديكتور اون اكيليبر، دابا جبنا حداه واحد السفير اللي هي عباره عن طبعا سفير كونديكتريس، يعني حتى هي عباره عن كونديكتور يعني موصل ديال الكهرباء، وحتى هي انيسيالمون نوتر. نوتر شنو معناتها؟ يعني بحال قلتي اون اكيليبر نفس الشيء، يعني نوتر يعني عندها نفس العدد ديال هذاك بوزيتيف ونيجاتيف. هذا الشيء هو اللي كتعني نوتر، يعني عندها نفس العدد ديال الشارج بوزيتيف هما نفس عدد الشارج ديال نيجاتيف، وبالتالي ما كيطغى فيها والو، يعني هي ماشي بوزيتيف ماشي نيجاتيف، شنو كتكون؟ نوتر. نوتر يعني متعادله كهربائيا. اي ايزولي، ايزولي يعني معزوله، يعني ما متصله لا بالارض لا بتجي سطح اخر، يعني موجوده في الفضاء الاسباس. La première question dit que les conducteurs I, C et S sont-ils une influence totale et justifient votre réponse. Pour dire que les deux conducteurs sont en influence totale, il faut, كونديكتور الاول ولا الثاني يكون يعني محيط بالاخر، فهمتوا؟ يعني خاصو يكون محيط بالاخر باش تكون ديك انفليونس توتال. هايا انفليونس توتال باش تكون متحققه، خاص شي واحد فيهم يكون اونتور لوتر، يعني محيط بالاخر، يعني الاخر خاص يكون في الوسط ديالو. اولا نقولوا كذلك خاصة لين دي شون، لين دي شون كتعرفوا لين دي شون، طبعا في أي كونديكتور تكون لين دي شون واللي كينتج عليهم البوتنسيال. مهم غتكونوا قريتهم في الكور. دابا دوك لين دي شون اللي غيخرجوا من هذا، مثلا هذا الأول كيخرجوا منه، خاصهم كلهم يمشيوا لهذا، يعني إلا افترضنا أن هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، يعني خاص يخرجوا كامل كلشي كاع اللي يخرج من هذه الجهه ولا من هذه الجهه، خاصهم يمشيو لهذا. وطبعا في هذه الحاله راه هذا الشرط ما متحققش، وبالتالي كنكونوا قد جاوبنا على السؤال الاول ودرنا جوستيفيكاسيون. جوستيفيكاسيون يعني تقولي بلي انه ما كاينش انفليونس توتال، كان غير انفليونس بارسييل. علاش؟ حيت ان واحد الجزء فقط من لين دو شون هم اللي كيخرجوا من هذا، هما اللي كيمشيو لهذا. تاني حاجه، او تقدر دير واحد فيهم مثلا تقول ليه يعني كملاحظه اخرى ان حتى شي واحد فيهم يعني مكان وسط الاخر، حتى شي واحد فيهم يعني ماشي مجوف، ماشي مجوف باش نحطو الاخر داخل ديالو. المهم ما كانش الدخل ديالو صافي داكشي كاين. دوزيام كيستيون إليستري سور لا ميم شيما. لا ريبارتيسيون دي شارج سور لي كونديكتور سي اي اس. واخا غنشرحو هاد جوج كيستيون باش تقدرو تجاوبو عليهم نتوما، يعني قبل ما ننتقل للكتابة. واخا إذن قالك لا ريبارتيسيون دي شارج، يعني توزيع ديال لي شارج سور لي كونديكتور، يعني هذا غتحدد فيه فين كاينين يعني على السيرفاس ديالو،
المهم على السيرفاس ديالو غتحدد فين كاينين دوك الشارج بوزيتيف ولي شارج نيجاتيف، يعني واش كاينين، اش كاين لهاد الجهة، يعني هاد الجهة اش كاين فيها وهاد الجهة حتى هي اش كاين فيها. حتى بالنسبة لهذا، هاد الجهة اش كاين فيها وهاد الجهة اش كاين فيها، بوزيتيف ولا نيجاتيف. بالنسبة لكيستيون بي، عندنا اون ريبريزونطاسيون une représentation des lignes de champ entre les deux conducteurs. ياك قال لك ريبريزونتي زعما مثل لي ليني دو شون، خطوط المجال اونتر لي دو كونديكتور، بين هاد جوج ديال لي كونديكتور. يعني غترسم لي شي خطوط المجال، يعني خطوط المجال اللي كاينين بين هذا وهذا، يعني بلا ما تحتاج ترسم له. المهم ارسم لي لي لين دو شون، سالينا ارسم كاع لي لين دو شون و صحيح. اذا نمشيو نريبريزونتيو هذا الشيء، نمشيو ورقه باش يكون باين للجميع، وكذلك نكتبو داكشي اللي قلنا في كيستيون واحد، وبعدا ننتقل ان شاء الله كيستيون 3 و 4. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا دابا وصلنا بارتي بي بعد ما انتهينا من بارتي الاولى. اذا بالنسبه للبارتي الاولى عندنا واحد كونديكتور اللي هو اون اكيليبر، واحد كونديكتور اللي هو اون اكيليبر. دابا نجيبو داك الكونديكتور هنايا، ها هو كونديكتور اون اكيليبر، عندو ا مع ا بريم بحال هكا، وجبنا حداه واحد كونديكتور اخر اللي هو سفيريك بحال هكا، سفيريك سونتر ديالو سي، و كما عارفين سفيريك و حتى هو يعني حتى هو نوتر، يعني هذا نوتر، يعني فيه عدد ديال بوزيتيف بحالو بحال عدد ديال النيجاتيف. ننتقل للسؤال رقم واحد. بالنسبه للسؤال رقم واحد قال لك واش كان هنايا ان انفليونس توتال، يعني واش كاين واحد انفليونس توتال، المهم سميتو انفليونس توتال باش نشرح فيها. المهم كاين انفليونس توتال، اه لا قلنا لا، علاش؟ حيت لسببين. السبب الاول وهو انه لي شون ولا لي لين دو شون اللي كيخرجوا من هنايا، يعني شي بارتي بوزيتيف هنايا وبارتي يعني بارتي بوزيتيف، المهم اللي كيخرجوا من هاد الفوق هنايا من السيرفاس الفوقانيه ديال هذا، ما كيمشيوش كلهم عند هذا، يعني ماشي كلشي كيمشي هكا، كان كيمشي هكا، وحتى هذا نفس الشيء، ماشي كلشي كيخرج منه ولا كيدخل عنده، ماشي كلهم يعني جايين من هذا ولا غاديين عند هذا، كان اللي خارج، فهمتوا؟ اذا هذا هي الاولى نكتبوها ونكتبو النو. اذا اشنو اللي كاين؟ كاين واحد انفليونس، انفليونس توتال، انفليونس ما كانش توتال، اذا اشنو كان؟ كان بارسيال، انفليونس بارسيال، بارسيال كار. طبعا ما تكتبهاش بحال هكا في الامتحان. كنختصر باش نمشيو ديريكت. نو اشنو كاين؟ كاين انفليونس بارسيال كار، علاش؟ حيت داكشي اللي قلت في الاول انه لينين دو شون اللي كيخرجوا من هنا ما كيمشيش كلهم، ماشي تو، يعني غنقولوا توت ليليني دو شون، دو شون بورتون دو، بورتون دو كونديكتور، كونديكتور سي ناريفون، يعني ماشي كلهم كيوصلوا، ناريفون pas totalement، بمعنى اخر كاين اللي كيوصل وكاين ما كيوصلش totalement
المهم او كونديكسور اس راكم فاهمين يعني ماشي كلهم كيوصلوا. او لا تعليل اخر كما كنقول يعني مثلا غير مثلا كون كانوا بحال هكا، كون كان الاول بحال هكا وجبنا هذا وحطيناه هنايا، يعني دي الشون اللي كيخرج من هنايا مباشرة كيمشيو هنايا، كلشي فين غادي عند هذا، فهمتوا؟ يعني فين غادي عند هذا. كون كان بحال هكا كون قلنا انه كان واحد انفليونس توتال، ولكن مع الاسف هو بحال هكا دونك ما كانش انفليونس توتال. اذا حتى هذا راه هو تبرير كما نقولوا فيه ان يعني حتى شي واحد فيهم، يعني كون كان هذا كيغطي هذا ولا هذا كيغطي هذا، فراه غتكون واحد انفليونس توتال، ولكن منذ ان حتى شي واحد فيهم ما كيغطي الاخر دونك ما كاينش انفليونس توتال. اذا نقولوا وكان كونديكتور نون تور بار لوتر، مزيان. إذا نبدأ فيما يتعلق بالسؤال رقم واحد، دابا السؤال رقم جوج بارتي ألف، لي أشنو قالوا فيه؟ قالوا فيه السؤال الثاني قال لك إيليستري سيغ لو ميم شيما، يعني تصميم في لو ميم شيما، ها هو الشيما اللي عندنا هنايا غنجيبوه هنايا باش نقدو الأمور. دونك لو ميم شيما أنا نعاود نرسمو هاد الشيما، المهم ها هو بحال هكا يلوسخي سوغ ميم شيما ألف، ها هو بالنسبة لألف في التباع طلبة صغيرة، المهم نبداو بألف. ألف لا ريبارتيسيون دي شارج سوغ لي كونديكتور سي اي اس، يعني ريبارتيسيون. إذا نقسمو هذا على جوج باش تجي الأمر ميسر. كيفاش غنقسمو؟ إذا أولا في بداية التمرين قال لنا بلي أن هذا كيحتوي على واحد الشحنة اللي هي كي، لا وأنا بقيت عاقلين على الأول كاع، يعني واخا غنقراه سو أن كونديكتور بلان سي كي على فورم دان إليبسويد، المهم هادي إليبسويد. Ce conducteur porte une charge Q positive. Il a une charge Q qui est positive. Mais c'est neutre. C'est vrai qu'il est en équilibre, mais c'est neutre. Yani hada fi chouhan mujaba. Il porte une charge Q positive. Il est salina. Il est hada fi chouhan saliba. Hada kollu ghaykoun plus. Ça va faire un hukm alayh plus. يعني كله شحنة موجبة بحال هكا صافي. بالنسبة لهذا اش قالوا لنا في بارتي بي ان هذا سي تان سفير كونديكتريس انيسيالمون نوتر، يعني ملي جبناها وهي نوتر اي ايزولي طبعا. اذا هذه فيها شحن موجبة وسالبة، يعني باش تخلق ديك الشحن الموجبة ضروري تخلق معها يعني بحال الخير والشر، يعني بنحق نعرف شنو هو الخير ضروري نعرف شنو هو الشر. نفس الشيء يعني باش تكون هنا شحن موجبة خص ضروري تكون شحن سالبة، وبالتالي منذ أن هنا موجب دونك هاد البارتي هنا قسمنا هذا الأداء على جوج، يعني هنا غيكون بوزيتيف ياك قدام هنا، وهنا غيكون نيجاتيف. مهم وما شي نقسم على جوج هنا نيجاتيف قلبته او كو كو كو. مهم ها هي السياق
هنايا يكون نيجاتيف، علاش؟ حيت هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف، حيت هنا نيجاتيف، صافي. واخا هي هادي، المهم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، واحد جوج ثلاثة، حكرت على هاد لي بوزيتيف. المهم تفهموا هاد الشي، ما في هذا هو المهم. إذا صافي، هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، وهذا كله بوزيتيف حيت فيه كي بوزيتيف. تاني حاجة نرسموها هي une représentation des lignes du champ entre les deux conducteurs. يعني نرسمو لي لين دو شون، بيمطلو فيه لي لين دو شون. لي لين دو شون منين غيخرجو؟ باينة من هنايا. ديما لي لين دو شون كيمشيو من بوزيتيف للنيجاتيف، صافي. علاش؟ حيت لو بوتونسييل هنايا سوبيريور على البوتونسييل هنايا، طبعا في هاد لابارتي ولا في كلشي. المهم البوتونسييل هنايا اكبر من البوتونسييل هنايا في هاد النص، صافي. هنا ما ندويش عليه، نقارن من هذا وهذا، ما ندويش عليه. اذا غيخرج لي لون دو شون بحال هكا، غيمشي لهنايا. هادو هما لي لين دو شون، صافي. هادو هما لي لين دو شون لي بيناتهم، ونرسمو الباقي. هذا هادو غاديين الانفيني ولا اقرب كونديكتور الى القوس، صافي. وهنا حتى هو كاين فيه شحن موجبه، دونك غيخرج فيه لي لين دو شون بحال هكا. يعني فيما لقيتو بوزيتيف غيخرج فيه لي لين دو شون، فيما لقيتو نيجاتيف غيدخلو ليه لي لين دو شون. وصاي، اذا هذا ا اي بي. نتمنى تكونوا استفدتوا، وندوزو ان شاء الله السؤال رقم 3. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دابا وصلنا للسؤال رقم 3. سؤال رقم 3 قال لك كومباري لي فالور دو بوتونسييل اون ا اي او بي. فين كاين ا؟ هي ا، وها هي بي، صافي. قال لك قارنوا القيم ديال البوتونسييل ديال الجهد، جهد في. ثم السؤال 4 حتى هو حيت ما فيهم ما نفرقوا، خصنا نديروهم بجوج بحال واحد جوج. 4 كو سوغا كو سو باسغا، اقصد كو سو باسغا تيل سي اون غولي لا سفير او سول. شنو كيوقع الى الى يعني ربطنا، ولا جيبو شي خيط ونربطو ديك ديك السفيرة مثلا الارض، او لا نجيبوها هي ونحطوها في الارض نفس الطريقه. يعني الى وليناها للصل الارض شنو غيوقع؟ صافي، داكشي هما الاسئله. اذا حاولوا تجاوبوا نكملوا ان شاء الله. السلام عليكم. دونك وصلنا للسؤال رقم 3، هذا هو. اذا شنو كان عندنا؟ كان عندنا دوك 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 كونديكتور ولا كونديكساتور. المهم هذوك الجوج هيك، واحد داير بحال هكا والاخر داير بحال هكا، صافي. وكان واحد النقطه هنايا ا سميتها ا، ونقطه اخرى سميتها بي، ياك. والسؤال كان هو قالك دابا هذا سي وهذا اس. السؤال 3 هو كومباري يعني البوتنسييل في ا مع البوتنسييل في بي، صافي. يعني كومباري هاد لي دو بوتنسييل. اذا شنو كاين هنا؟ قلنا هنا كان بوزيتيف 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 بوزيتيف، صافي. وهنا اش كاين؟ كاين هنا نيجاتيف 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 نيجاتيف، قسمو هذا على جوج، بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، صافي. حنا هادشي اللي توصلنا ليه لحد الساعة، هو اللي لون الشون كيمشيو من هنا لهنايا. لون الشون كتمشيو بحال هكا،
يعني المليون دو شون كيمشيو من A إلى B. شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني بلي أن في دو A كبر من في بي، حيت قلتها لكم من قبل، قلت لكم انه انتقال ديال ليون دو شون من هنا من هنايا حتى لهنايا كيعني بان البوتونسييل هنايا كبر من البوتونسييل هنايا، داكشي علاش كننتقلوا ليون دو شون من هنا لهنا. علاش؟ حيت ليون دو شون يعني شي حاجه اللي ناتوريل كتنتقل من لو بوتونسييل سوبيريور لو بوتونسييل انفيريور، وبالتالي هذا اللي هو سوبيريور وهذا هو انفيريور. صافي، ولكن بغينا نبر نوع على هذا الشيء زعما بيتو نحسبوا البوتونسييل لما غير ذلك ما كان حتى شي مشكل بالنسبه ليا. واخا اذا ناخذ هذه البارتي اللي كان فيها ا وهذه البارتي اللي فيها بي، ها هما البارتي بارتي بحال هكا فيها A، بارتي بحال هكا فيها B، ياك و لون دو شون كيمشيو من هنا لهنا، هذا بليس و هذا مو. صافي، إذا خدينا واحد ديت كيو في A، ديت بي هادي ديت كيو، ياك حتى هنا خدينا واحد ديت كيو. اذا هاد الجوج غيكون عندهم نفس كي ولكن سون سوبوزي، اذا هادي نيجاتيف، وبالتالي جينا نحسبو البوتنسيال في ا او لا نحسبو غير الديد ديد البوتنسيال في النقطة ا، فما هو الا واحد على كاتر بي ابسيلون زيرو في يعني بلا انتيغرال، عندك الديد كي سير ار كاري، ياك هادي العلاقة ديالها. ما مبقيتش عاقل وكدا من العام فات، ما بقيتش مسيت هادشي. المهم راكم عارفين العلاقة ديال البوتونسيال راه مكتوبة في الكور كتقراوها 100%. اذا البوتونسيال دي كيو سير ار كاري، نتمنى ما نكون نسيت حتى حاجة. اما الى بنحسبنا دي في بي يعني بنفس الطريقة، فراه هو واحد على كاتر بي ابسيلون زيرو في موان دي دي كيو، حيت موان دي دي كيو هي اللي كاينة فيه سيغ اغ كاري، حيت انا في هاد الحالة مكتهمنيش العلاقة، كيهمني عا هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، و شكون اللي كبر من الاخر. دابا عندنا كاتر بي ابسيلون زيرو، ابسيلون زيرو كنعرف انها موجبة، كاتر بي راه موجب، اغ كاري راه اصلا عندي مسافة، واخا نعتبروها كاع مسافة جبر، إلا كانت هي مسافة جبر يعني سالبة وموجبة، راه مرفوعة واستثناء حيت راه بوزيتيف، مكانش بقى بقى الفوق، ديت كيو بوزيتيف كاينة في في أ، و نيجاتيف كاينة في في هاد لخرى، و صافي، ولمحكمتكم الموقرة واسع النظر. إذا ننتقلو كيسيون رقم 4، إذا هاد الشي كيعني بلي أن في بي راه صغر من في أ حيت في بي سالب. فيها مهم. رابعا اذا اش قال لنا في رابعا؟ قال لنا الى جينا الى جبنا شي خيط ربطناه مع هاد اس، ياك بحال هكا بحال هكا، ودرناه في الارض، ها هو يعني جبنا واحد الخيط ودرناه في في هاد اس وربطناه مع الارض، اذا غيدوز لينا واحد الطيار هنايا، غيدوز لينا واحد الطيار. صافي، اذا اشنو غيوقع؟ منذ انه كيدوز طيار هنايا، اذا كاين، واخا نجيبو هاد الشي لتحت، اذا كان عندنا ديك الكره بحال هكا، كان عندنا واحد الكره بحال هكا ياك، ربطناها مع الارض بحال هكا، حدث لينا واحد مرور ديال الطيار، واخا يكون طيار بسيط جدا يعني كتحسب غير بميلي امبير ولا بالاقل من ذلك ميكرو امبير. واخا اذا الطيار كيدوز بحال هكا، اذا كان واحد بالنسبه للطيار كيمشي يعني في المنحى الموجب، منحى الموجب يعني المهم هو كيمشي في المنحى الموجب،
يعني منحى العكسي ديالو كاين تدفق ديال الالكترونات، اذا الالكترون كيمشيو بحال هكا دابا، دابا هاد اي غادي هكا، اذا لي الالكترون غادي هكا، لي الالكترون اش مشيو حنا عندهم، عندهم الشحنه السالبه عندهم شحنه سالبه، وبالتالي ما غيدخلوا هاد الشحن السالبه. دابا تخيل معايا شي كاس بحال هكا فيه الزيت، يعني عامر بالزيت هنايا، ها هو الزيت، زيت العود عامر بالزيت ياك، جبنا الماء بحال هكا كيترسمي، كنكبو واش تي رسام واخا المهم جبنا لي ما كنكبو ياك، اشنو غيوقع على هاد الزيت؟ هاد الزيت غيطلع 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 حتى الفوق، يعني ها هو الزيت، ها هو دابا هنا ولا كله ماء، الزيت فين؟ ها هو هو الفوق، وغنزيدو عليه الماء مازال، اش غيطرى لهاد الزيت؟ غيخرج، غيبقى هنا غير الماء، والزيت راه منتشر في الأرض، خاصنا اللي يسيق داكشي صافي ها هو الماء. إذا كان أن الفكرة وصلت، بمعنى آخر هاد الشحن السالبة سيقومون بطرد الشحن الموجبة، وبالتالي غولي هذا كله نيجاتيف 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 نيجاتيف، يعني غدخلو الإلكترون ما يبقاش الشحن الموجبة، غادي على الشحن السالبة وصافي، داكشي اللي غيوقع. إذا كإجابة غنديرو سي اون غولي اس او سول، طبعا كونديكتور اس اس او سول يعني الارض على تيغ للشارج، للشارج بوزيتيف يعني بوزيتيف بوحدو، النيجاتيف غيبقى غير لو بوزيتيف مساكن يقوم بالطرد ديالهم مثلا، بوزيتيف دو كونديكتور بمعنى اخر نعتبره هذا، يعني بحال هذا غير هذا فيه كيو بوزيتيف اكبر من صفر، اذا هذا اللي عنده واحد الشحنه كيو اللي هي نيجاتيف، صافي داكشي غيوقع عليه لا اكثر ولا اقل. بيان، اذا اش قلنا؟ سي اون غولي اس او سول لي شارج بوزيتيف دو كونديكتور اس، دو كونديكتور اس باش نعرفو، فون سيكول يعني غادي، فون سيكول سيكولي فيغ لا تيغ، عرفو بلا تيغ ياك، فيغ لو سول ولا فيغ لا تيغ بحال بحال. ايوا هذا مكان، ان شاء الله في الحلقه الجايه نديرو اكزرسيس رقم جوج هو اللي بقى وصافي سالينا الكتريسيتي اذا ما تنساش دير لايك الى عجبك الفيديو، واشتراك الى الى عجبك الشرح، ولكي يصلك كل جديد ان شاء الله في الحلقات الجايين، كذلك ما تنساش الكومنتير الى بالك، يعني في اي حاجه الكومنتير، في اي حاجه انت خد راحتك ما عدا الانتقاد، بالنسبه للانتقاد ما عندي ما ندير به، من غير لي نوت يعني خصك يعني شي نوت مثلا ما كنكتبش مزيان ولا ما هو صافي داكشي اللي كاين، يعني الصوت والصوره ماشي مزيان، اما انتقادات الخاويين ما عندي ما ندير بهم الصراحه الله، هو صافي داكشي اللي كاين، يلا تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.